ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر او مودرن فيوتشر وغنام محمد كان اليوم ايضا تصريحات مهمه جدا قبل مواجهه بيراميدز، نسمعها ونرجع نكمل. It's not easy but it's my job to find the good solutions. هو بيتكلم على اللعيبه بخصوص اللعيبه، يعني كل اللعيبه جاهزه ان هي تبقى في مباراه بكره. بيتكلم ان احنا الفتره اللي فاتت في خلال 18 ماتش لعبنا 18 يوم لعبنا 5 ماتشات، حاجه مش سهله، وكان فيهم سفر وكان فيهم مباراتين خارج مصر، فان شاء الله كل اللعيبه جاهزه لمباراه بكره. كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه اللي سافرت معانا من القاهره لابو ظبي كلهم جاهزين. بيراميدز is coach is very good coach, very intelligent guys. He knows the football all moments. That's the value, the more high value is the coach is very 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 strong coach. باشيم، I speak about باشيم. هو بيتكلم على فريق بيراميدز، فرقة كويسة وفرقة قوية، وفي آخر الجزء اتكلم على باتشيكو إن هو مدرب كويس وهو صديق ليه يعني، ف بيتكلم إن هو مدرب كويس جدا يعني. We prepare with professionalism and we studying the opponent, the Pyramids. I say again that is a very strong team, very strong team. But we have some strategy also. And about Kamal is a good player, national team player. It is, I think he's ready also. But if he play or not, I don't tell you. I'm sorry. Tomorrow we can see. هو بيتكلم ان محضرين مباراه قويه مع بيراميدز، وزي ما قال قبل كده ان كل اللعيبه جاهزه، وبخصوص عمر مش هيقدر نقول ان هو يلعب ولا لا، بكره نشوف ان شاء الله.